يعني انا واخواتي ووالدتي ورثين محل من والدي، ايوه، والسجل التجاري باسم والدتي. المشكلة امك حاطة تدعي على الفلوس ومش هتدي لاي واحد اي حاجة الا ما لا 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 مش كده الموضوع، مش كده الموضوع اصلا. يعني يعني حالة اقتصادية بقت صعبة، فهم عايزين ياخدوا ايه عشان المحل يقف تاني على رجله، عايزين ياخدوا قرض وانا مش موافق. ايه؟ عايزين ياخدوا قرض اللي هو بتاع المشتريات ده. ايوه وانا مش موافق وهم مصرين وعملوه. اهلا وسهلا بابراهيم. يعني يريدون الاقتراض بالربا اللي هو بتاع المشتريات ده، من اجل تشغيل هو المحل شغال، بس هم عشان يجيبوا بضاعه مع مع التجار وكده، فهم يعني ايه عاملين بتاعه المشتريات ديت، بياخدوا البضاعه من التجار وبيسددوا في الايه في البنك. طيب ده انت عارف انها كبيره من الكبائر. انا مش موافق، بس انا مش عارف اعمل ايه. ما انا مش موافق والورق اصلا باسم والدتي. طب خلاص مش موافق، وقلت لهم الاول مش موافق. خلاص ده مصدر دخلنا الوحيد. اسمها انت ابنها الوحيد؟ لا ده مصدر دخلنا الوحيد. مصدر دخلنا الوحيد انا واخواتي ووالدتي. الله يهديكوا بس ويهدي امك. امك مرابيه لا تطيعها ان طلبت منك اي ورق واسمها على نفسها. بلغ، والله ما بلغت الله ما فشهد. واذا كان لك ميراث خذه وانقذ نفسك من هذه الورطات. ما انا عايز اعمل كده بس مش عارف، لان يعني حتى بقيت فوق طاقتك لا اسم عليك. بقيت الورث كله ايجارات قديمه وحاجات مش عارفين نخلصها. ما هو بقول لك اذا شيء فوق طاقتك لست مسؤولا عنه امام الله. وعليك ان تقدم النصح. انا قدمت النصح وقلت كل خلاص حاجه. خلاص ما نعمل ايه بس خلاص انت اديت ما عليك. هو اخويا اللي يعني